شهد برنامج كفو الذي يعرض على شاشة تلفزيون البحرين تفاعلا خليجيا وعربيا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي لما يقدمه من إنتاج إعلامي يتناسب مع قيم الشهر الفضيل ويعزز القيم الحميدة. ويعد برنامج كفو قصة تقدير بحرينية لتكريم الأشقاء والشقيقات من أبناء وبنات الوطن الغالي نظير جهودهم الإنسانية التي لا تقدر بثمن. ردود فعل إيجابية ملأت منصات التواصل الاجتماعي وإشادة بالقيم والمضمون اللذين قدما على شاشة تلفزيون البحرين في شهر رمضان المبارك. كفو قصة تقدير بحرينية وبجهود وسواعد أبناء البحرين لتكريم أشقائهم وشقيقاتهم من أبناء وبنات الوطن الغالي. يبا أنت قدوتي وأنت بطلي بأبسط الأشياء اللي تسويها. منك يا يبا تعلمنا أن النجاح معنا مع كل هدف تحققه. برنامج كفو بإنعكاساته الحقيقية لواقع القيم التي نشأ وترعرع عليها أبناء البحرين حقق النجاح. فالقصة الواقعية والقيم السامية التي تحث الناس على العطاء وتبني السلوكيات الحميدة والمبادرة بفعل الخير، كلها قيم حث عليها ديننا الإسلامي وترعرعنا عليها في مجتمعنا البحريني الأصيل، وترجمت بعمل إعلامي متميز جمع المشاهدين من الخليج إلى المحيط مساء كل يوم ليتفاعلوا على منصات التواصل الاجتماعي بعد كل حلقة من حلقات كفو، مشيدين بالإنتاج المتناسب مع قيم الشهر الفضيل. فبعد الإمساك والصيام حري بالنفس أن تتلقى وجبة إعلامية تسمن الأخلاق وتهذب النفس وتغنيها وتوجهها لفعل الخير وتنمية حس العطاء والتقدير، ليؤكد بذلك برنامج كفو سجية أهل البحرين المحبة للعطاء. يعني والله إن كان هاي مشهد الكل صاح، حتى الدكتور قال خلوه محمد ما عنده مناعة بس خلوه، يعني ولدي متعلق فيه بدرجة غير طبيعية. إن الرسالة الإعلامية أمانة والقيم الإسلامية السمحة والقيم الوطنية المتجذرة جعلت من برنامج كفو يلقى صدى واسعا، فمع انتشار العديد من البرامج إلا أن ما يلمس جوهر الإنسان يحقق القبول أولا والنجاح ثانيا. فعندما يكون الهدف الحرص على تعزيز القيم الحميدة يتحقق النجاح والتفاعل والإشادة.